دي تولينا وندينا زول فلون صوفي سوون غاري سلنسث مزات زويران فدو اغميس ناس ونغلف نتنزوت نغ التجارة سعيد جلب بجرزان غار ويزدون برج بنواري ريجي المند نترزان نلق دي شوي ناد ذاكن اي سفرن اي حفسن ورديك شمنارات الصوض هذا سنقاس دي تفزار تسوزال يون في شرط 3 مليار دولار ديك سوكاس زوجلب و 19 مزوجلب و 18 صوضن تسنقسن سوزال 300 مليون دولار يمسك سجيد النير عن جوج الاف و 18 وذا يني قاعون انت ذا مسنة تموت عمر بوكطايا يغلط سونش Les produits qui ont été interdits 2018, je le dis tout de suite, qui durent la comparaison bien 2017 ou 2018, 2017, les produits interdits qui n'étaient pas encore interdits, je venais 1 milliard 300, 2018, دخلت منها 300 مليون ça veut dire avec les produits interdits nous avons gagné 1 milliard une économie de 1 milliard dollars s'il n'y avait pas cette interdiction la facture qu'on a z 1 milliard encore donc maintenant que tu trouves la facture c'est normal quand tu vois qu'il y a un besoin aux médicaments donc la facture tu as le médicament de 200 millions donc on a le 1 milliard c'est pas figé le commerce extérieur c'est pas figé de 1 milliard tu as la facture 1 milliard il y a d'autres postes qui bougent le poste à l'ICKD pour les véhicules automobiles maintenant il y a une industrie de montage Donc, on a fait 900 millions, même pas. Cette année, plutôt les 7 mois, on a 1,6 milliard de CKD pour les véhicules. ماذا قحريش انتزمار ثم جاي البروفيسور بنجاح دا السلوي انتي ذو كلان الجزائر النوس ذو والذو نذي ذي ثوجيا ذي ثمليلي ثغنو ثيس ثلاثة دي لان ذي مستغانم يناد ذاكن لهلاك انتفعوش تن الكونسير نجغوذ أمو قران ذاكن ذا لهلاك ويس السين غار يرقزن لكوذت سلوين وانشتا سوزال خمسة الستة الاف نيم وضاني مينوثني دي سفنان يال سقواسد ولي ذو قصون أنين سبن حالة سرطانات الهضم خاصة سرطان القولون المستقيم أصبح السرطان الأول بالنسبة للرجال في الجزائر والسرطان الثاني بالنسبة للنساء في الجزائر عدد الحالات حوالي بين 5000 إلى 6000 حالة جديدة السرطان القولون المستقيم هو السرطان الثالث عالميا بالنسبة للرجال والثاني عالميا بالنسبة للنساء حوالي موجود حوالي 1,200,000 حالة جديدة مع عدد وفيات حوالي 600,000 حالة جديدة الأعراض الأساسية لسرطان القولون المستقيم هي الإسهال وكذلك الكونستيباسيون وكذلك وجود دم في الأوساخ وكذلك الألم في البطن لا كاش علاقة بين الكوليرا بالأمراض المعدية والسرطانات لكن الشيء الأساسي هو أنه لازم ما كاش يكون تخوف من النظافة هي أساس كل شيء وهي أساس الصحة ولكن لابد من النظافة لأنها هي كل شيء والشيء الثاني هو أنه لابد من نظافة حتى الخضر والفواكه ولازم الأكل منها ماذا قحريش نتصرف جاي في ذا أو سقوة سمينوث نوس ذوال انتليث جوجلاف و 19 جوجلاف و 18 مذيا دين المذن يجن خصن نغي قسعان ورن ذي ثزمرت وثي لزرين النهار ثرزاغر وسقامو نين المذن ذي قث وهنون ذي قيزدون تيزي وزوثو غالة دسوان شتاعدن ولي ثوريخ ذي ذاغده قصف يا إبارودان أسقواس نوس ذول أمينوث غارين المذن سومثا لدغا غارين المذن ينخصان ذي ثزمارت ماشي ذيني سهل السن دي موراس ويس المذن هجان إيمان السن وكان هذا السحفي فران غفتر ويجي parce que déjà les parents se fahmi sen avoir fran se fahma sen de chakh zman eli alhamdulillah taawanna nga tahwisna fahmen memlouhni tahwisna fahmen amsha khadm ni gwardan sen amsha hen swivin akne tourna fi on se sem zbalo ghi ba chouya parce que lan déjà les vacances شغل وعا باش كني تذبل الفن شويه سي بور سا تسنتل ما قدرت تسنتلون تولفنا في ذم زبالو سي بور سا نهضر سيمشى امشى امشى نسيت نسولف هيك داخل لي كلاس اهي البولمود ذا مصبغور لك ذين المذن سوشقارو اذ غالفن لكن سن اكن اذ الصوضن غار يسوين سن اما سيي قسرمن اذ يغال ذي مضبار ذي غالن ان لمن ولا فاح ذا غان يفغى ذي الشمغر والنار نت فلاح ضابط اي غار اي غار في الضابط
وين تعسنا ساكوزو ساكوزو اي غا الطبابة زيكوني كخد تفلاح تفلاح اي غا اش هتخل مليس أتشارزات أتحشورات أتسات بطير دايكي تبلغ تفغى أي غا تنقي سارون سعنا بروغرام adapté à leur capacité. D'accord, le programme est élevé par l'équipe pédagogique, le psychologue clinicien, orthophoniste, chef de service, surveillant. C'est toute une équipe qui forme le programme. Le programme est fait selon la capacité des enfants. لقديشات جذلاس ذوين إشودن الغرس دوس المدنسان يزمار ذي فكثاغنيتي وكن أذشفون ثيزيوين انسان وذموناقي نتفات